مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم إلى كلام مباشر على شروق نيوز. العالم شهد في الساعات الماضية الكثير من الأحداث التي سيكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة في الساعات القادمة وربما في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة. هذا إذا أخذنا الموقف الصيني أو المبدأ الصيني في إتقان لعبة الانتظار كما قال الصينيون اليوم، وهم يرون هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان. ولكن في ساعات متأخرة أيضا من ليلة أمس وبالنسبة للعالم العربي وبالنسبة لنا في الجزائر، أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل أو اغتيال الزعيم رقم 2 والذي أصبح رقم 1 بعد اغتيال أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. أيمن الظواهري أكد خبر اغتياله الرئيس الأمريكي جون بايدن الذي خرج من فترة مرضه أو من عزلته بسبب كورونا ليعلن للأمريكيين أن أمريكا حتى وهي خارج أفغانستان يمكن أن تنفذ عملياتها بدقة وتختال أعدائها أو خصومها، مع وضع سطر تحت كلمة خصومها. فمجلة فوربس الأمريكية وصفت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي أعلنت الولايات المتحدة مقتله بأنه يتمتع بقوة رمزية كبيرة على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل مع قادة الإرهاب الآخرين. وبشكل كبير تنبع تلك القوة الرمزية من العلاقة الطويلة التي جمعت الظواهري بزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي قتل هو الآخر بغارة أمريكية، هذا حسب مقال دائما مقال فوربس الأمريكية. من هو الظواهري؟ ولد الظواهري في مصر قبل 71 سنة، يعني عمره 71 سنة، كان قائد مجموعة عملت في أفغانستان قبل أن يدمج مجموعته بتنظيم القاعدة في التسعينيات. صحيفة واشنطن بوست قالت إن الظواهري هو صاحب فكرة هزيمة العدو البعيد، أي الولايات المتحدة الأمريكية، قبل هزيمة العدو القريب المتمثل في الأنظمة والحكومات في الدول العربية والإسلامية. هذا تفكير أيمن الظواهري. ويقول الموقع في واشنطن بوست إن دماغ الظواهري ويديه هما من وجه تنظيم القاعدة طوال السنوات الماضية، وكانت الحكومة الأمريكية قدمت مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار للحصول على معلومات عن أيمن الظواهري. يعني هذا الرجل، ليس هذا جو بايدن الذي خرج فرحا مزهوا وهو يعلن انتصاره، ربما يشحذ في الأمريكيين لمرحلة انتخابية جديدة، ولكن أيمن الظواهري مطلوب ب 25 مليون دولار. واشنطن بوست قالت بأنه هو صاحب التفكير في تنظيم القاعدة سابقا. فهنالك معلومات كثيرة، تعرفون دائما مثل أسامة بن لادن كثير من الأخبار، التعليق، التقارير، بعضها حقيقي بعضها غير حقيقي. أدخل وشاهد الفيلا التي كان يسكن فيها أيمن الظواهري في الحي الدبلوماسي في أفغانستان. أيضا الكلام الكثير عن أنه كان هنالك تنسيق مع حكومة طالبان التي وفرت الملاذ الآمن لتنظيم القاعدة ولزعامات تنظيم القاعدة لسنوات طويلة. فكل هذه الأسئلة سنقرأ منها وقرأنا منها حتى الآن الكثير، ولكن الأسئلة الحقيقية: ماذا بعد اغتيال أيمن الظواهري؟ وهل فعلا يمثل خبرا يمكن أن نقف عنده بالنظر إلى مستوى أو إلى الحضور الباهت لتنظيم القاعدة في السنوات الماضية؟ وما محل هذا الاغتيال من الحرب التي أعلنتها أمريكا في السابق ووصفتها بالحرب على الإرهاب، والتي كان العديد من البلدان العربية والإسلامية مسرحا لها؟ للأسف سقطت أنظمة واحتلت شعوب باسم محاربة الإرهاب وباسم الانتقام والثأر من أحداث 11 سبتمبر. معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن سعيدي، الناشط السياسي المهتم بالحركة الإسلامية. أستاذ سعيدي مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب كيف تعلق مبدئيا أستاذ سعيدي على خبر اغتيال أيمن الظواهري؟ هل يشكل فعلا حدثا بالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي،
أم أنه يبقى حدثا يمكن توظيفه في الداخل الأمريكي فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المتابع لتنظيم القاعدة منذ سنوات يعرف أن هذا التنظيم في عملية الانهيار، في عملية الزوال، خاصة بعد موت واغتيال قائده الأول أسامة بن لادن، وثانيا مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العالم، خاصة في العراق والشام وكثير من البلدان، وحربه الطاحنة داعش مع تنظيم القاعدة وتكسير أجنحتها في مختلف الدول وبؤر التوتر، مثلا في الشام، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، وأيضا في صحراء الجزائر والنيجر والمالي وغيرها نشهد. فهذا التنظيم تقريبا هو في مسار النهاية. بقي قائده التاريخي والمؤسس للتنظيم اللي هو الدكتور أيمن الظواهري، وهو مصري 71 سنة كما ذكرت، وهو طبيب جراح ومن أعمدة الفكر الجهادي في العصر الحالي من بداية السبعينات ثمانينات من مصر إلى جهاد الأفغاني. نعرف أن هذا عندما نضع الاغتيال في السياق الحالي أن أمريكا نفذت هذه الخطة والاغتيال لاعتبارات كثيرة. أول اعتبار الأول هو أن أمريكا أرادت أن تثبت للعالم أنها ما زالت هي تحمي العالم من الإرهاب ومن مخططات الإرهاب ومن تنظيمات الإرهابية، أو بصح التعبير هي الدركي العالمي. هذه واحدة. ثانيا تدخل في إطار بعد خيبة أو تقريبا عدم تحقيق نتائج بايدن في جولته الشرق الأوسطية، خاصة في لقاء جدة لم يخرج بشيء يدخل به إلى التوازنات الداخلية، وهو يرتقب في الولايات المتحدة انتخابات في أواخر نوفمبر ديسمبر، فبدا من قضية كبيرة لتقنع الشعب الأمريكي أن التهديد ما زال قائم، وأن الولايات المتحدة تعمل على إزالة التهديدات الخارجية الذي تهدد مصالح الأمريكية. هذا أمر. ثانيا أمر آخر وهو إحراج طالبان، لأن هذه القضية في عقل طالبان، وضرب أيمن الظواهري في الحي الدبلوماسي في كابول وانتقل إلى هذا المسكن عن مدة 3 أشهر، ويقال أنه في التواصل مع قيادة طالبان، وأن الولايات المتحدة ارتصت، فهي ضربة وإحراج للطالبان، يعني الطالبان لم توفر الحماية أو أنها كانت على التواصل، وهي الذي نفى اتصالها مع تنظيم القاعدة. وتنظيم القاعدة التزم، أيمن الظواهري التزم أن لا يحرج الطالبان بعمليات خارج أفغانستان تهدد الدول، فنظن أن هذه العملية ستحرج حكومة طالبان، وحكومة طالبان ترجو اعتراف دولي وتعمل على تحقيق الاعتراف الدولي، فوجود تواصل أو حماية لتنظيم القاعدة أو ارتباط مع تنظيم القاعدة هذا يشكل إحراجا سياسيا ودبلوماسيا لحكومة طالبان. طيب الآن أنت ذكرت أستاذ عبد الرحمن السعيدي بأن نعم قلت أنت ذكرت في كلامك بأن القاعدة يعني في مرحلتها الأخيرة أو أنها في طريق النهاية، هل يمكن القول بأنه بمقتل أيمن الظواهري طويت صفحة القاعدة؟ وهل القاعدة مجرد تنظيم أم أنه فكر يمكن أن يسمى باسم آخر طالما توفرت المبررات التي كان يسردها أسامة بن لادن أولا، وقبله كان ربما حتى المجاهدون في أفغانستان، والآن أيمن الظواهري بعده حتى مقتله؟ هو فعلا عندما ننظر للقاعدة ننظر إليها بنظرتين. النظرة الأولى النظرة الإيديولوجية الفكرية، وهذه النظرة الإيديولوجية الفكرية تقول بأن الفكر الجهادي والفكر مقارعة الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة و حمل السلاح ضدها كوسيلة للتغيير، هذا الفكر يبقى مستمر سواء باسم القاعدة أو باسم آخر. هذا المراهنة على أن هذا الفكر سيزول، لا يزول، قد يتحدث، قد يضيق دائرته، قد تقل قوته كذا، ولكن الذي ضاع من القاعدة هو التنظيم. التنظيم
أصبحت القاعدة بعد الضربات الكثيرة الموجعة لها في العالم وفقدانها لكثير من القيادات سواء بتسليم نفسها أو بالموت أو أنها ماتت، أن القاعدة فرغت من الكوادر وخاصة من الرعيل الأول اللي كان في الجهاد الأفغاني، لأن الذين أسسوا فروع القاعدة مثلا قاعدة بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي أو قاعدة في السعودية واليمن بعد توحيدهما تحت قاعدة جزيرة العرب أو قاعدة الشمال أو قاعدة المغرب الإسلامي دروكودال والمجموعة التي التحق أو على مستوى يبقى الآن المستوى بوكو حرام الذي التحق مؤخرا وبايع الأيمن الظواهري. أما قاعدة المستوى العالم تم القضاء عليها ومات كبار قادتها وعرفت تصدعات وعرفت خلافات مثلا في اليمن خلافات بعد الوحيشي وبعد الريمي وبعد إلى العولاقي إلى آخره، دخلت في عملية صراعات وانقسامات وتفرعت وضاعت مع الحوثيين والصراعات والحرب اليمنية. الآن على مستوى العراق وكذلك قضى عليها القاعدة قضت عليها حركة داعش وباقي النصرة وغيرها من الجماعات الأخرى قضت. فبعد أبو مصعب الزرقاوي وحاولوا بعث الدولة تنظيم القاعدة ولكن فشلوا منظمة القاعدة تلاشت. على المستوى الفكري يبقى لأن التنظيم أسسوا الفكرة، التنظيم عندما يضعف الفكرة لا تقوى على أن تنتشر لوحدها، لابد من وجود. ممكن مستقبلا نعيش جيل رابع للقاعدة لأن القاعدة خرجت من الإقليمية إلى العالمية لما تحالف هو لأنه أنا ذكرت تحالف مع الجهاد وتحالف مع العمل المسلح شكلوا التنظيم، ومع الطالبان في المرحلة الأولى في 2001 قبل الطالبان لما مولى عمر الأمير الطالبان قال نحن إمارة من خلافة ونسعى إلى الخلافة، جاءت القاعدة في تحالف مع الطالبان في تلك الفترة وقالت أنها تؤسس الجهاد العالمي لأن الآن تحررت أفغانستان في المرة الأولى من الغزو. الآن الجهاد العالمي تأسس ما يعرف الجهاد العالمي خرج من بعده المحلي إلى بعده العالمي، فبدأ كل الرعيل الأول اللي كان في أفغانستان بدأوا خرجوا لبؤر التوتر، خرجوا بداية في المرة الأولى خرجوا إلى البوسنة والهرسك وخرجوا في مناطق كثيرة. طيب إلى أي مدى في الجزائر؟ صحيح أستاذ سعيدي جاءنا من أفغانستان الجزائريين كانوا يقاتلون هناك دخلوا دعموا صفوف الإرهاب في الجزائر فبدأ الخروج إلى المناطق. طيب أستاذ سعيدي هل يمكن القول بأن يعني إذا أستاذ سعيدي تسمعني؟ أنا أسمعك. إذا قلنا يعني أن تنظيم القاعدة في سنوات ماضية أو منذ تأسيسه حتى أيمن الظواهري كان قد قال هذا الكلام أو كتبه على ما أعتقد بأن القاعدة تحارب العدو البعيد والعدو القريب هي الأنظمة، إلى أي مدى يمكن القول بأن المنطقة والعالم العربي الإسلامي دفع فاتورة بسبب القاعدة إلى جانب الأخطاء التي ارتكبت من طرف الأنظمة أيضا في سنوات سابقة والتي دفعت كثير من الشباب إلى التجند في هذه التنظيمات الإرهابية وأيضا التحالف مع أمريكا وما نشهده حاليا أيضا من هرولة نحو التطبيع؟ العدو الصهيوني بات الآن مرحبا به في أكثر من عاصمة عربية، يعني في ظل هذه العوامل كلها هل يمكن القول أننا نراهن على وعي الشباب في أنهم لا ينساقون وراء دعوات الجهاد وغيرها؟ هل تغيرت المرحلة أم أن الأسباب قوية لتجعل الشباب ربما ينخرطون في مساعي ضد هذا الظلم وهذا القهر؟ هو فعلا هي معادلة صعبة، فلابد على الأنظمة بسياساتها وبمواقفها وبتصرفاتها وممارساتها لا تعمل على تذكية منابع الإرهاب أو لا تعمل على دفع جزء من الشباب أو جزء من المتهورين أو من المحجورين المظلومين دفعهم إلى 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 أبعد طرف اللي هو التطرف والإرهاب. لابد من الأنظمة تحمل
جزء من 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 أسباب التطرف، كذلك التنظيمات والفكر المتطرف والغلو، ويحمل جزء كبير من عملية جر الشباب وجر المحرومين والمقهورين وجر المضطهدين إلى 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 الاستغلال وإلى توظيفهم في عملية المواجهة مع الأنظمة. فكلما اتجه النظام إلى 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 عملية استيعاب المحرومين واستيعاب المضطهدين والحريات والحقوق وإعطاء المساحات من التعبير وغير ذلك، فهو ينمو الوعي في هذا الإطار. لا يرى الشاب جدوى من أي شيء يقوم به مدام له من المساحات والفضاءات ما يسمح له أن ينشط أو يتحرك أو يقول كلمة. فأيضا في فترة من فترات أستاذ قادة لابد أن نقولها أن هناك أنظمة عملت على تنمية الحركات الجهادية عن طريق توظيفها، خاصة في مسألة إرسالها. مثلا نشهد كيف كانت يحشد الشباب في بعض الدول وإغراقها بالمال ويمول ويهيئ ويبعث إلى أفغانستان. أسامة بن لادن نموذجا، خاصة المرة الأخيرة في سوريا، قوافل من الشباب يمروا عبر الحدود إلى سوريا وهم حشدوا في كثير من الأوطان. الحمد لله نتكلم عن الجزائر، الجزائر لم تشهد نسبة عالية، كانت أقل الدول من الشباب الذين سافروا إلى سوريا، لا يعد هذا العدد. ولكن من تونس شاهدنا الشباب كثير سافر إلى شباب نساء ورجال، وكيف تم نقلهم إلى ليبيا مرة أخرى. فمعنى هناك يد دخل فيها بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة الإسلامية، ودخل فيها الدوائر الاستخباراتية العالمية في تحريك هذه الجماعات من بؤرة إلى بؤرة. كيف ينتقلون من سوريا إلى ليبيا؟ وهذه الدوائر الاستخباراتية قد تعمل على إنتاج المزيد من التنظيمات تحت مسميات مختلفة، والبعض يعتقدها صراحة بأنها تنظيمات فعلا جاءت، يعني البعض ينخرطون بحسنية على أساس أنهم يحاربون الظلمة والقهر وغيره والتطبيع وغيره والخيانة، ولكن في نهاية المطاف نجد أنفسنا أننا يعني التشرذم زاد، من كان منقسما زاد انقساما، ومن كان مجزأ زاد اجتزاء. المسألة فيها أبعاد يجب أن يفكر فيها الجميع بطريقة مناسبة، وأن تكون تجربة الظواهر وأسامة بن لادن والقاعدة عموما تجربة يجب قراءتها بشكل متأني. نعم، هو ما ذكرته صحيح، ان 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 مساله الارهاب او التطرف او الغلو او التكفير، هذه المسائل خرجت من دائره الفكر فقط، دخلت الى دائره الاستثمار الاستخباراتي، بمعنى ان هذه ادوات هدم الداخل، هذه ادوات هدم الدول، هذه هدمات هدم الدوله الوطنيه، تفكيك المجتمع، هذه هدمات لاحداث الفتن. اذا لابد من معرفة الثنائية، التدقيق في الثنائية، ثنائية الدفاع عن الحق وثنائية ضياع الحق. معناتها أن تدافع على حقك وأن يضيع حقك مع الدفاع، فلابد من عملية توعوية أو عملية دقيقة لفهم الخيوط التي تتحرك في هذه المفاصل، لأن الدوائر الاستخباراتية دائما في عملية واحدة، فيها الداء والدواء، بمعنى هذا الإرهاب بقدر ما ينمو ويكبر ويعظم وتجد به المصالح للغرب من وراء ذلك، بمعنى انهيارات دول، استباحة الثروات، عملية فقدان السيادة، عملية الابتزاز الدولي، عملية إضعاف جهود التنمية. إذا كل هذا الأمر يمشي في هذا الخط، فلابد من عمل ندرك أن عندما نطالب إلى الحق لابد أن نعمل على عدم إضاعة الحق، لأن الذي يطالب بحق ما هو مظلوم ويطالب حقه فيعمل على إضاعة حقه. شكرا. عندما الطالب أو بعض الفئات من الشعوب عندما الطالب حقها أو ترى أنها حق، فعندما تتحرك له بلا وعي وبلا إدراك للخلفيات والمستنقع الذي تحرك فيه، قد تقع صحيح فيما يكسد مصالحها ويهدد أوطانها، وهذا الذي وقع. صحيح. ضربنا بأبنائنا. الاستعمار لم يدخل إلى الدول العربية والدول،
الاستعمار لم يحطم ليبيا، الاستعمار لم يحطم، ولكن بأيدي الليبيين أدوات داخلية صحيح ليحطم سوريا وليحطم العراق بأيدي محلية صحيح وليحطم ليبيا. شكرا لك وليحطم تونس ويحاول يحطم الجزائر أستاذ عبد الرحمن سعيدي وغيرها من الدول. أستاذ عبد الرحمن سعيدي الناشط السياسي المهتم بالحركة الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا أستاذ سعيدي. طيب أين ذهبت هيبة بكين؟ هذا هو السؤال الذي يتردد الآن عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايبي بتايوان الثلاثاء في زيارة مهمة لدعم تايوان على الرغم من تهديدات الصين بالانتقام. كانت بيلوسي في تايبي، هذه أول زيارة لرئيس مجلس نواب أمريكي منذ 25 عاما. هذه الرحلة لم تكن مدرجة أصلا في برنامج زيارة بيلوسي إلى آسيا، لكن التوقف نوقش لمدة أيام. الإدارة الأمريكية قالت أن هذا الخيار هو خيار بيلوسي نفسها، وتحذيرات الصين هي التي وقف عندها الكثيرون. يعني تحذيرات الصين قرأنا كثير من التصريحات، كانت الصين حذرت من التأثير السياسي الفظيع لزيارة بيلوسي قائلة إن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي. وحتى الرئيس الصيني في آخر اتصال له مع جو بايدن قال لواشنطن لا تلعبي بالنار. المسألة أن بيلوسي وصلت وطائرتها حطت في تايوان ولم يكن هنالك رد. وسائل إعلام صينية قالت بأن بكين تجيد لعبة الانتظار، طبعا لا تجيدها أكثر من العرب، إحنا لعبة الانتظار أسيادها لأنه سقطت عواصم وبلدان ومازلنا نستنوا في الرد. ولكن بكين قالت بأنها لن تمنح حبل النجاة أو طوق النجاة إلى واشنطن التي تبحث عن إنقاذ اقتصادها عبر الحروب. وهنالك تغريدات كثيرة تقول أين الرد الصيني، وكأنهم كانوا ينتظرون إسقاط طائرة نانسي بيلوسي بصاروخ صيني. المهم سوف نسأل أو نناقش هذا الموضوع مع الزميل الإعلامي المهتم بالشأن الدولي سليم بوزيدي معي عبر الهاتف. سليم مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور زميلي قادة وشكرا على الاستضافة. طيب سليم، وسائل إعلام صينية قبل قليل قالت أن بكين تجيد لعبة الانتظار، وعدة تحليلات وقراءات تقول هيبة بكين سقطت في الماء بمجرد وصول أو هبوط طائرة نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما رأيك في الموضوع؟ الحقيقة أنا لا أميل إلى هذا التوصيف فقد أن هيبة الصين سقطت في النار. وبالنسبة للتوصيف وسائل الإعلام الصينية الصين تجيد لعبة الانتظار، هو توصيف إعلامي صيني رسمي، لكن المهم الآن هو كيف نقرأ ما حدث اليوم. بداية قدم ما حدث اليوم بمعزل على موضوع الاشتباك الحاصل في أوروبا والملفات المتفجرة، والأمس كان في حدث كبير جدا وهو حدث لا يقل أهمية وخطورة على ما حدث اليوم، وهو تصفية أو قتل أئمة الظواهر، وبالتالي نحن أمام مشهد عالم متحرك. يمكن الإطلالة قد على ما حدث اليوم من ثلاث مستويات، وكلها مستويات تقودنا إلى نتيجة واحدة، نحن أمام عالم ربما مختلف تماما. ما قبل العملية الروسية في أوكرانيا مختلف، وما بعد العمل الروسي هو عالم آخر. المستوى الأول نتكلم على أن هذه الزيارة وبالنظر إلى ما يحدث في أوروبا، يرى الكثير من المتابعين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن أدركت أن ربما أصبح وقعت لعبة الهاوية، بمعنى أو حافة الهاوية، بمعنى أن التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية لصانع القرار في واشنطن وفي الكونغرس من أن بكين قد تستغل ما حدث في أوكرانيا ودخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية بغزو بكين إلى تايوان. وتايوان تعتبر خط أحمر بالنسبة للمؤسسة الأمريكية وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا خط أحمر؟ لأن إذا ما عدنا إلى التقدير الاستراتيجي
الأمريكي منذ عقود، وخاصة بالنسبة للديمقراطيين، الخطر الاستراتيجي الأول ليس روسيا وليس إيران وليس في الشرق الأوسط، التهديد الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. وواشنطن العملية لا تمتلك أي مجال للمناورة أو في الحقيقة للتهديد أو الدخول في اشتباك استراتيجي مع بكين إلا تايوان، هي الورقة الوحيدة التي لازالت بيد واشنطن والإدارة الأمريكية، وحتى بالنسبة لصانع القرار الأمريكي في أن يضغط على بكين، وبالتالي خط أحمر أن يتم منح بكين هذه الفرصة لفرض أمر واقع عسكري على الميدان. المستوى الثاني في التحليل هو أن بالنسبة للحزب الديمقراطي وبالنسبة لإدارة بايدن الديمقراطية، هناك انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، وبالتالي صوت الناخب الأمريكي هو في تقريبا يميل إلى الجمهوريين، والحزب الديمقراطي معرض لنكسة انتخابية، وبالتالي سيفقد بايدن وسيفقد الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونغرس، وبالتالي سيكمل جو بايدن العهد الانتخابية وهي شبه مشلول، وهو يمثل ربما إفشال للعهد الرئاسي الديمقراطي، وما سيمنح الحزب الجمهوري فرصة للعودة للبيت الأبيض. المستوى الثالث هو يتعلق بشخصية نانسي بيلوسي بحد ذاتها. اليوم قبل وصولها إلى تايوان قادة، نانسي بيلوسي نشرت مقال ناري جدا في جريدة الواشنطن بوست، لحق تكلمت بلغة حادة تجاه الصين وهي لغة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. قالت أن الصين دولة ديكتاتورية، أن الحزب الشيوعي يمسك على الشعب الصيني، وأن الصين تقمع الإيغور وتقمع شعب التيبت، وبالتالي يجب على الحزب الديمقراطي ويجب على الأحرار كما قالت في واشنطن بوست أن يتحرك لإنقاذ شعب الصين. لكن يجب أن ننتبه أن كل الخطاب السياسي وهذا التهويل وما يحدث في صانع القرار الأمريكي والإعلام الأمريكي هو يقع تحت سقف جملة مهمة وهي جملة مفتاحية، وقد تشرح لماذا لم تنزلق الأمور لحد الآن لمواجهة عسكرية. كل ما يقال قادة في الإعلام الأمريكي والدبلوماسيين تحت مظلة أن واشنطن لا زالت ملتزمة التزاما حرفيا بمبدأ وحدة الصين، وواشنطن لحد الآن كل ما يحدث طيب لا زالت لا تقيم علاقات دبلوماسية مباشرة مع تايوان. طيب الآن هذه الزيارة مع بكين، ولا تعترف بعلاقات رسمية مع صحيح. طيب هذه الزيارة تبدو رمزية. توماس فريدمان كتب مقال قال يا نانسي بيلوسي زيارتك رمزية، والصين قد ترد عليها برد عسكري صيني قد يؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة في صراعات غير مباشرة مع روسيا والصين المسلحتين نوويا في آن واحد. أيضا هل يمكن القول بأن واشنطن تراهن على أصدقائها وحلفائها الأوروبيين؟ فريدمان يقول أن الحلفاء الأوروبيون منشغلون بحرب وجودية مع روسيا بشأن أوكرانيا ونحن مخطئون. يعني الكثير قالوا لا لهذه الزيارة، فزيادة على العوامل التي ذكرت، ما هي التداعيات الآن والآثار التي يمكن أن تترتب؟ وبكين تقول سنرد بعمليات عسكرية محددة، يعني ما مصداقية هذا الكلام من وجهة نظرك؟ بالنسبة للعملية العسكرية القادة، أتوقع أن لن تصل إلى على الأقل في هذه المرحلة المباشرة، ربما لا تذهب بكين إلى غزو تايوان هذا، لكن يجب أن ننتبه أن ربما هذه أول مرة الإعلام العالمي والمتابع للشأن الدولي، نحن أمام مشهد غير تقليدي، بمعنى تعودنا على الصراع الغربي الروسي، تعودنا على الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الصين هذا أول اختبار جيوسياسي واختبار استراتيجي واختبار من نوع الصدام الغربي الصيني، وبالتالي قراءة السلوك الصيني يجب أن نتكلم بكل تحفظ. صحيح أن التحليل وبالنظر إلى بنية المؤسسة السياسية في الصين وكذلك طريقة الاستراتيجية الصين في إدارة النزاعات تقودنا للقول أن نحن غير مقبلين لغزو عسكري، لكن فكرة أن الصين قد تتدحرج في الضغط على تايوان وربما الضغط بقوة على تايوان باستعمال أدوات عسكرية قد لا تكون بالضرورة هي عملية إنزال أو دخول إلى تايوان عسكريا، لكن سيكون هناك أدوات غير تقليدية في الضغط. لكن الأهم في تقديري قادة بالنسبة للرد الصيني سيكون في مكان آخر تماما، وهو أن الصين الآن قد أصبحت في حل من أي ضغط أمريكي، سيكون في مكان آخر، سيكون في تايوان. وبالتالي سيكون في مكان آخر في تايوان تقصد؟
لا لا لا، في مكان آخر بالنسبة للضغط على واشنطن قادة. أوكي. نتوقع أن بالنسبة لبكين ستعلن عن حزمة من القرارات، قد يكون أول هذه القرارات في تعزيز التحالف المالي مع روسيا. الصين قد تزيد من احتياطي النفط الإيراني المتوجه إلى بكين. الصين قد تعزز من تعاونها مع بعض ما تعتبرهم الولايات المتحدة الأمريكية أعداء أو في الحد الأدنى خصوم، وبالتالي ستذهب الصين للاستثمار في هذه الأزمة. إذا ما لم تتدحرج ورقة الصراع إلى مزيد من الخطوات التصعيدية الأمريكية، ربما كما قال توماس فريدمان، وأنا لا أتفق مع هذا الكاتب الصهيوني الأمريكي، ولكن ليست هي خطوة رمزية، بالعكس هو جس نبض من الإدارة الأمريكية، ولا يمكن القبول بأن نانسي بيلوسي ذهبت إلى تايبي من دون موافقة البيت الأبيض. صحيح. أو من موافقة الاستخبارات الأمريكية. طيب. ذهبت وتعلم أن لديها غطاء من قبل البيت الأبيض وأيضا غطاء استخباراتي. صحيح. المخابرات المركزية الأمريكية. يبدو مستحيلا أنها ستذهب هكذا من دون موافقة أو تنسيق، حتى وإن قالوا العكس. ولكن بالعودة إلى ما قلت سليم أيضا عن شخصية نانسي بيلوسي، لأني أقرأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعني هنالك إشادة بشخصيتها على أنها تحدت الصين وغيره. بيلوسي هي من الصقور المعروفين ضد الصين. صحيح. في الكونغرس. صحيح. والتقت بمعارضين مؤيدين للديمقراطة والدالاي لاما زعيم الروحي للتبت المنفي وغيره، وهؤلاء كلهم شخصيات لا تحبهم بكين. هذه الشخصية يعني تريد أن ترسم لنفسها ردود فعل عالمية. كيف تابعت كإعلامي أيضا ردود الفعل حولها، وهي التي كسبت بعض الشخصية عندما وقفت الند للندوة وجها لوجه مع دونالد ترامب في السابق كما تذكر سليم؟ صحيح أنه قاد الجانب الشخصي في ما يحدث في الأزمة الحالية. ونانسي بولسي كما قلنا في البداية هي شخصية ربما تعتبر شخصية حادة وشخصية صدامية وشخصية ترفع لواء مشروع الديمقراطيين، وهي تعتبر في يمين التيار الديمقراطي اليمين التقليدي. لكن يجب أن ننتبه أن تحركات نانسي بولسي وهي بهذه العقيدة الأيديولوجية المتصلبة، وإذا شئنا حتى بالنسبة لموضوع دعم إسرائيل والسيطرة، وبالتالي لا يجب أن نغالي كثير ونعتقد أننا أمام شخصية قيمية ولديها مبادئ أخلاقية. هي بالنهاية تمارس السياسة لكن بطريقة حدية. لكن حتى تحركات نانسي بولوسي في تقديري قادة أنها لا يمكن أن تكون خارج إطار أولا التنسيق مع قادة الحزب الديمقراطي، وبالتالي مهما كانت آراء نانسي بولوسي وتوجهاتها الشخصية الأيديولوجية فيتحرك ضمن مؤسس الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو أكثر الأحزاب التي يجيد المناورة والتحرك في الهوامش الضيقة أكثر من الجمهوريين الذين يميلون للصدام. وبالتالي لما توقع أن الجانب الشخصي هو الحاكم في تحركات نانسي بولوسي، نانسي بولوسي تحركت فيما هو متاح لها ضمن المناخ السياسي الأمريكي، وهم يقولون أن نانسي بولوسي وجهت لها الدعوة من قبل تايوان، وبالتالي هي شخصية ليست تنفيذية، وذهابها إلى تايوان لا يعني أن أمريكا قد تراجعت على مبدأ الصين الموحدة. تحت هذا العنوان يمكن فهم ما يحدث الآن. لا يمكن أن نعتقد أن هي ذهابها فقط لأنها أرادت أن تلبي دعوة، ذهابها هو تعبير سياسي من واشنطن لبكين أننا لا يمكن أن نقبل بأن تتمادي أكثر وأن تستغل الوضع في أوروبا والصراع مع أوكرانيا لإفقادنا أحد الأوراق المهمة وهي ورقة تايوان. سليم بوزيدي الكاتب والإعلامي كنت معي عبر الهاتف معلقا على زيارة بيلوسي إلى تايوان. شكرا جزيلا سليم. شكرا. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود إلى أخبارنا الوطنية. لدينا شروع في توظيف معلمي الابتدائي معلمي الإنجليزية، ونسأل ماذا يحدث في بيت اتحاد العاصمة الذي يحترق. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في كلام مباشر. اليوم شرعت مديرية التربية في الولايات في نشر بلاغات ودعوة للراغبين في التعاقد لتدريس اللغة الإنجليزية لإيداع ملفاتهم. وأعلنت مديرية التربية هنا في الجزائر الشرق في بيان لها عن بداية استقبال الطلبات غدا. طبعا هذا استقبال طلبات للحاصلين على شهادة ليسونس إنجليزية أو الترجمة من وإلى الإنجليزية. وهذا القرار كان قد أعلن عنه الرئيس تبون في حواره الأخير عندما قال بأنه سوف يتم أو البدء في تعليم الإنجليزية في الطور الابتدائي في العام الدراسي المقبل. هذا الكلام
يعني رغم القرار موجود وبداية التوظيف يوجد هنالك تحركات، ولكن هل هذا يعني بأن النقاش حول واقعية إدخال الإنجليزية أو غيرها من المواد في الابتدائي أصبح نقاشا مضبوط من الناحية العلمية الواقعية المعرفية أم لا؟ هذا السؤال أطرحه على الأستاذ محمد بالعمري وهو الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية. أستاذ بالعمري مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور أستاذ قادة، مساء النور للجمهور الكريم المتابع. طيب، يبدو بأن الأمور الجدية بدأت، مديرية التربية شرعت في استقبال الملفات أو دعت الراغبين إلى التعاقد لتدريس الإنجليزية لإيداع ملفاتهم، هل هذا الأمر يعني بأن الأمور محسومة ولم يعد هنالك نقاش حول كيفية تدريس الإنجليزية في الابتدائي أستاذ بالعملي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، القرار لما اتخذ من طرف المسؤول الأول البلاد القاضي الأول البلاد رئيس الجمهورية، يعني القرار مباشرة سينفذ آليا. واليوم كانت ندوة مرئية للسيد وزير التربية مع مديرية التربية عبر كل الولايات، وين أعطى تعليمات باستقبال ملفات الأساتذة لسد الشغور البيداغوجي المحتمل لما يفعل هذا القرار بتطبيق أو بإدراج مادة اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي. لكن هذا كان المفروض يعني يتطلب شوية وقت ودراسة من طرف بيداغوجيين حتى القرارات السياسية لا تبقى يعني تهلك المنظومة التربوية. فطبعا يجب إعادة النظر كلية في هيكلة ومنهاج المدرسة الابتدائية التي تعتبر العمود الفقري للمنظومة التربوية. فبعدما كنا نعاني من مشكلة تخفيف المحفظة والمناهج و أتى هذا القرار هذا يعني دون دراسة مسبقة ودون تخطيط لكيفية تنفيذ هذا المسعى. هو القرار ليس لأننا كنا طالبنا فيما مضى بإدراج اللغة الإنجليزية، لكن نحن طالبنا بإدراج الإنجليزية كبديل للغة الفرنسية. أيوة. يعني هنا التلميذ بيداغوجيا لا يستطيع أن يتمدرس في مادة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية وفي بعض المناطق اللغة الأمازيغية. أستاذ بالعمري، هو القرار ليس له علاقة فيما يبدو مباشرة بقضية تخفيف حمل أو ثقل المحفظة بقدر ما له علاقة بجانب معرفي يرتبط بأن الإنجليزية أهم للتلميذ الجزائري من الفرنسية، يعني له علاقة بماذا يجب أن ندرس وليس كم يجب أن ندرس من المواد في الابتدائي. أكيد من حيث هذا الشق أنا قلت لك نحن نثمن هذا القرار، وسبق لنا أن طالبناه مرارا وتكرارا بإدراج اللغة الإنجليزية بحيث المتطلبات الأساسية للعملية الإصلاحية في 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 المنظومة التربوية يجب أن يكون تفاعل إيجابي مع الآخر والتفتح على ثقافة الآخرين مع المحافظة على الخصوصية والهوية المحلية لتدريب الناشئة. ممتاز. على التفاعل الإيجابي مع الثقافات المختلفة. طيب. الآن وتعزيز الثقة في النفس وتحنا في الحوار مع الآخر، يعني الإنجليزية راهي فرضت نفسها فرضا. صحيح. على 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 الآن كل بما أن السؤال البيداغوجي دعني أؤجله للسؤال المقبل، ولكن من حيث الأمور التقنية التوظيف وهنالك مشاكل مطروحة بقوة حول التوظيف في قطاع التربية عموما، قضية الأساتذة المتعاقدين وغيرها وغيرها، هل تعتقد بأن الشروع في استقبال ملفات معلمي الإنجليزية قد يطرح مشكلة على المدى القريب؟ هل هنالك حتى يعني أنتم في النقابة وأنت شخصيا اقترحت ربما الاستعانة بمعلمي الفرنسية وهذا أثار أيضا نقاش؟ ما يعني ما هي الرؤية حول التوظيف من الناحية التقنية؟ هي التوظيف توظيف القانون العام للوظيفة العمومية راه في صفها. كاين الصيغة الأولى اللي هي التعاقد على المناصب الصاغرة، وبعدها على حد علمي ستكون مسابقة بصفة رسمية
قبل نهاية الثلاثي الأول لسد الشغور البيداغوجي الموجود في كل المؤسسات التربوية سواء التعليم الابتدائي والمتوسط أو الثانوي. أما بالنسبة لشق رسكلة أساتذة اللغة الفرنسية، إحنا هذا المقترح هذا اقترحناه بناء إذا ما تم إلغاء الفرنسية من التعليم الابتدائي تماما وتكون اللغة الإنجليزية كبديل للفرنسية. هنا طرحت سؤال ما مصير أساتذة اللغة الفرنسية، وللأسف الشديد مصطلح الرسكلة اللي راه واضح جدا في تسيير الموارد البشرية، يعني واضح جدا وضوح الشمس، فهم كما أراد البعض، لكن لا بأس من يريد أن يبحث في تسيير الموارد البشرية سيجد معنى مصطلح الرسكلة. وهذا مجرد مقترح في حالة ما إذا تم الاستغناء كليا عن اللغة الفرنسية. وأنا نثمن يعني تصريح رئيس الجمهورية لما قال هذه اللغة هذه موروث استثماري، يعني آن الأوان لأن نتخلى عن هذه اللغة ويكون بديلا لها اللغة الأنجليزية. طيب لو ربما يكون انتقال ثالث، اللغة الفرنسية ستصبح لغة أجنبية ثانية وتكون في التعليم المتوسط كما كان عليه سابقا بالنسبة للغة الأنجليزية. طيب هل أنتم في النقابة أستاذ بالعمري، هل أنتم في النقابة تدعون مثلا الآن إذا وسعنا النقاش بعيدا عن إدخال لغة أو إبعاد لغة أو الاحتفاظ بها إلى إصلاح التعليم الابتدائي ككل، هل تدعون مباشرة إلى إبعاد بعض المواد ربما لأن التلميذ لا يحتاجها في الابتدائي، وهذا أيضا قد يشكل حل لمشكلة الثقة للمحفظة؟ وثانيا ما هي المواد التي يحتاجها أنتم كتربويين وفاعلين، ما هي برأيك المواد التي يحتاجها التلميذ والتي يجب أن نفتح بشأنها نقاشا ربما مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل؟ أشكرك جزيل الشكر أستاذ قادة على طرح السؤال وإنك وضعت أصبعك على الجرح. هناك من المواد مثلا على سبيل المثال، تخيل أن التلميذ التعليم الابتدائي يقرأ التربية العلمية، التربية العلمية وين كان موضوع يعني ما نحسبوش منه لأنه ما داره في المنهج. تلميذ مرحلة التعليم الابتدائي يعقل أنه يدرس موضوع التكاثر في التعليم الابتدائي. التلميذ يقرأ التربية المدنية. هناك مواد بإمكاننا الاستغناء عنها، نركز عن كفاءات معينة ذكرناها مرارا وتكرارا، نركز عن هذه الكفاءات. لما نلقاو تلميذ دروك لما يروح المرحلة التعليم المتوسط ولا يحسن الكتابة، هنا الطامة الكبرى، لا يحسن القراءة، لا يحسن الحساب، هنا الطامة الكبرى. يجب أن نركز على مجموعة من المواد، نركز مثلا في كتاب القراءة في النصوص تكون وفق مقومات وهوية الشخصية الوطنية، نقدر ندرجو فيها أي كفاءة يعني بغينا نحقوها عن طريق نصوص القراءة، نركزوا على الرياضيات، نركزوا على الأنشطة لأنه الأنظمة التعليمية الناجحة مثل النظام الفنلندي يركز على التعلم عن طريق الألعاب، يعني نكثفوا من اللعب من الأنشطة الوصفية في المدرسة الابتدائية، وتسند أيضا لأهل الاختصاص. لأننا دروك لما نسألوا على الإنجليزية كيف تطبيقها، أنا نعطي سؤال لكل الفاعلين في التربية، كيفاش من الاستقلال إلى يومنا هذا أستاذ تعليم الابتدائي متخصص في جميع المواد رغم أنه لديه مثلا ليسانس عربية، كان يقرأ رياضيات ما كانت مشكلة، كان يقرأ المواد العلمية ما كانت مشكلة، والعكس ليسانس رياضيات يدرس في ابتدائي ومطالب أنه يدرس العربية ويدرس التربية البدنية اللي كانت من بين أهم المطالب بتاعنا، أنه التربية البدنية تسند لأهل الاختصاص لأنه هناك جرائم ارتكبت في حق البراءة. كيف لأستاذ تعليم ابتدائي مثلا يدير التمرين بسيط جدا اللي هو مثلا مشي البطة، تمرين يجيس الأوبجيكتيف تاعه قال تقوية العضلات، لا يعني التمرين جريمة أنه يتندر للتلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي ما زالوا صغير يأثروا حتى النمو نتاعه. إذا على هذا الأساس نحن طالبنا بإسناد الأمور إلى أهلها والأمثلة كثيرة ربما وقضية ستكون كثيرة. مفتوحة للمتابعة. شكرا لك الأستاذ محمد بالعمري الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية على هذا التدخل. شكرا جزيلا أستاذ بالعمري. طيب البارح في الرياضة كنت حكيت على حسام عوار وعلى ياسين عدلي، اليوم
تقرير إعلام يقول بأن نجم نادي اي سي ميلان الجديد ياسين عدلي اقترب من الالتحاق بالمنتخب الوطني وفقا لموقع فوت أفريكا الفرنسي، وأكد بأن ياسين عدلي يريد فعلا أن يلعب للفريق الوطني، وأن جمال بلماضي أقنعه بذلك رغم أنه كانت هنالك تقارير إعلامية تحدثت على أنه يمكن للمنتخب الفرنسي أن يعود لحسام عوار وياسين عدلي. لكن المسألة أيضا في الساحة الوطنية لا كلام إلا عن النوادي الجزائرية واتحاد العاصمة تحديدا الذي تكبد خسارة وصلت إلى ملياري سنتيم بسبب إلغاء المعسكر الإعدادي والتربص في مدينة أنطاليا التركية. لدينا المقال المنشور في الشروق أونلاين، أوضح عبدوش وهو رضا عبدوش وهو رئيس مجلس إدارة نادي سوستارا بأن مليار، أعطونا المقال الثاني تاع اتحاد العاصمة، أن مليار و300 مليون سنتيم تمثل القيمة المالية لاستئجار طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، يضاف إليها 600 مليون نفقات إدارية، فملياري سنتيم هي خسائر اتحاد العاصمة. فهل يتوقف الأمر عند مشكلة اللاعبين والمدرب جميل بن واحي، أم أن الأمر أكبر في بيت سوستارا نادي سوستارا؟ معي مهدي أيد قاسي زميلي الصحفي المختص في الرياضة. مهدي مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور زميلي قادة، تحية لك وتحية عطرة إلى الجمهور الرياضي الكريم. طيب، ومشاهدي قناة شروق. أهلا مهدي، ما يعني ما حقيقة المشكلة والأزمة داخل اتحاد العاصمة مهدي؟ والله بالحديث عن أزمة اتحاد العاصمة، فإن أزمة نادي العاصمة ليست وليدة اليوم، وإنما الأزمة كانت منذ مدة، ومنذ تولي شركة سيربور تسيير النادي العاصمي. يعني هذه الشركة عرفت بأخطائها الكثيرة المرتكبة في تسيير النادي العاصمي، سواء في هوية الأشخاص الذين تعينهم والذين يشرفون على تسيير النادي، وكثرة الأخطاء التي تقع فيها. وقبل بداية هذا الموسم كانت جماهير اتحاد العاصمة قدمت مقترحا من أجل عودة الرئيس السابق للنادي سعيد عليق، بما أنه الرجل الذي كان يحظى بالإجماع لتولي إدارة النادي العاصمي، لكن هذا المطلب الذي لم توافق عليه شركة سيربور وقررت منح الثقة لرضا عبدوش من أجل تسيير النادي، لكن يبدو أن خيارات سيربور لم تكن موفقة، وخير دليل على ذلك الأزمة والخلافات والقبضة الحديدية التي حدثت بين المدرب جميل بن واحي وإدارة. وهذا هو سؤالي مهدي، وهذا هو سؤالي، ما دور أكمل الموسم الماضي بشكل جيد، منح الفرصة لشبان مهدي يعني عندما ما هو دور جميل بن واحي في الأزمة الأخيرة، دور المدرب؟ لأنه الإدارة يبدو بأنها تتهم التقليل البلجيكي من أصل مغربي جميل بن واحي، هل يمكن القول بأنه فعلا حرض اللاعبين على هذه الأزمة؟ والله حسب رأيي الخاص من المستبعد أن يقوم مدرب مثل جميل بن واحي بهذه الخطوة. يعني لا يوجد دخان بلا نار، أكيد هناك أمور خفية تحدث في بيت النادي العاصمي، ألا وهي سوء التسيير أو الخلل من الناحية الإدارية. يعني الفريق يعاني سواء في تحضيرات سواء في عملية الاستقدامات التي لم تكن مشاكل متعلقة بتوفير العتاد اللازم. يعني كل هذه المشاكل أثرت على النادي، أثرت على التحضيرات، وهو ما جعل المدرب
المدرب يخرج عن صمته ويطلب توفير الظروف الملائمة لسير النادي، لكن يبدو أن اعتراض المدرب جعل الإدارة تحاول سحب البساط منه وتتهمه بممارسات أخرى ألا وهي التأثير على تحضيرات النادي، لكن أرى أن المشكل عميق وجد عميق ولا يتوقف. صحيح، المشكل أعمق من هذا. هل نتوقع مهدي المشكل أعمق من هذا؟ هل نتوقع مهدي أيت عيسى أيت قاسي عذرا أيت قاسي مهدي نهاية سيناريو مثلا إبعاد المدرب إقالته أم سقوط رئيس مجلس الإدارة أم ماذا؟ أم يمكن الوصول إلى حل؟ والله الحل الودي في هذه المرحلة يبقى جد مستبعد، فالقبضة الحديدية والخلاف كبير وكبير جدا بين المدرب والإدارة، وحتى اللاعبون انضموا إلى المدرب وأعطوا له الحق محملين الإدارة مسؤولية ما أحدث، في انتظار ما ستقوم به الإدارة في الأيام القليلة المقبلة. حسب آخر الأخبار إدارة اتحاد العاصمة بدأت بالبحث عن مدرب آخر، هناك بعض أطراف اقترحت المدرب عمراني، فيما أعضاء في الإدارة تحاول الاتصال بالمدرب ماضوي، ويبقى المدرب جميل بن واحي متمسك بمنصبه ويحظى بدعم مجموعة كبيرة من الأنصار، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يرغبون في المواصلة معه. الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا ما سيحدث. الأيام المقبلة تكشف لنا ما يحدث. يعطيك الصحة مهدي أيت قاسي زميلي الصحفي، كنت معي عبر الهاتف معلقا على أزمة اتحاد العاصمة. يعطيك الصحة مهدي، وشكرا للمشاهدين. السلام عليكم.